الجانب الايسر، ارسال كره الى الامام باتجاه كوندي، هذه خطيره، لو مرت خطيره. اوه اوه اول اهداف في المباراه، الهدف الخامس لكوندي في بطوله الدوري، يسجل هدف رائع جدا في هذه اللحظات، يتقدم العادة السيئة عليها كوندي، تصل في مكان لاورتيغا، هذه خطيره ممكن جول. الله، يتدخل الشاجي، يتدخل الشاجي في عدم اكثر تقدما، اكثر تهديدا لمرمى فريق نادي بنياس في المباراه. الكره بتمر هنا، ركلة جزاء، عاشقي ركلات الجزاء يحصلون على ركلة جزاء. هل يعادل النتيجة وليد؟ الله في المرمى، نعم عاد الصقور، سجلوا هدف التعادل. فريق نادي الامارات عرضية قد تكون خطيرة امام المرمى، جول. الله، الصقور تلتهم بنياس في هذه اللحظات بهدف ثاني. مساحات حمد الاحبابي، تسديدة، يا الله خطيرة ما زالت. ما الذي فعلت يا سيد النوبي؟ كادت أن تعود المباراة مرة أخرى بلغة التعادل. ضربة ركنية داخل منطقة الجزاء بالراس، الله، في مرمى فريق السابق، لا يرضى لفريق الخسارة، يسجل الهدف في هذه اللحظات. أحمد مالالا بعد نزول عمل جاري بحثا عن هدف رابع أو ثالث، كرة جول. الله، ضاعت، ضاعت، يا لها من فرصة أنقذهم سعد الانتصار في هذه المباراة عرضية جول، هذه رأسية. الله، فعلها السيوف، عادوا نعم بالمباراة من جديد، قائدهم يوسف جابر. وصلت لمصلحة وليد عنبر، عرضية من وليد داخل منطقة الجزاء، الله، خطيرة، ممكن تسديدة أمام